عشان هبدأ اهو. خلاص يا شباب، ماشي. اول حاجه انا بس هعرفكم بس على انواع المسائل اللي هتشوفوها هنا، تمام؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الشير ستريسز، تمام؟ فهو حاجه من الاثنين، يا اما يقول لك الشير ب 10 طن مثلا، هو الشير عندك ب 10 طن، ارسم لي الشير ستريس ديستريبيوشن وبيديك قطاع معين، وانا هقول لكم برضه هنرسمه ازاي. او هتلاقي بقى ايه اللي هو الحاجه الطبيعيه او الحاجه اللي بتحصل في الواقع، ان هو هيديك كاميرا زي الترم الاول ويقول لك ايه، يقول لك عند السكشن الفلاني اعمل لي تشيك على الشير ستريس، وممكن ساعات في النص كده يقول لك ايه وتشيك لي نورمال ستريس بالمره. خلاص، طب انا هعمل ايه لو قال لي تشيك الشير وانا معيش الشير؟ هروح اجيب الشير. هجيبه ازاي؟ انا عندي كاميرا سيمبل زي كده او كاميرا كونتينو، اي كاميرا يعني، تمام؟ هروح حاسب لها الرياكشن. اول حاجه هروح حاسب الرياكشن، وبعد ما احسب الرياكشن اروح راسم الشير فورس دايجرام، تمام؟ ولو هو محتاج نورمال ستريس ديستريبيوشن هشوف لو في نورمال هروح راسمه، ولو في وارسم بين المومنت دايجرام. خلاص، هيقول لك عند سيكشن معين اعمل لي تشيك الشير، او يعني ارسم لي الشير ستريس ديستريبيوشن والنورمال ستريس ديستريبيوشن. فهروح اجيب النورمال والمومنت والشير، تمام؟ هجيبهم ازاي؟ هروح راسم الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام. ممكن ما ترسمهمش، تمام؟ ممكن تيجي عند القطاع ده مثلا، تمام، وتروح حاسب البندنج مومنت وتروح حاسب الشير ازاي، الشير اللي هو الرياكشن ماينس دبليو في الاكس اللي هي المسافه دي كده. خلاص، حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ حد عنده اي مشكله في اي حاجه دلوقتي؟ تمام الدنيا؟ حد يرد عليا؟ طبعا تمام تمام يا باشمهندس. خلاص، تمام، ماشي. هنرسم ازاي بقى الشير ستريس ديستريبيوشن؟ اول حاجه هقسم السكشن بتاعي لقطاعات، تمام؟ يعني ايه قطاعات؟ يعني هاخد سكشن عند اماكن معينه زي الترم الاول كانت باشمهندس انا حابب تقول لكم ايه، باخد سكشن في اول واخر الكاميرا، تمام، عند كل حمل مركز، تمام، قبل وبعد الكونسنتريت المومنت. هو نفس الكلام في الشير ستريس ديستريبيوشن، تمام. هروح اعمل ايه؟ هروح واخد سيكشن في اول في بدايه ونهايه السيكشن، تمام كده؟ هاخد سيكشن عند السنترويد، تمام؟ هاخد سيكشن قبل التغير وبعد التغير. طب التغير ده بيكون في ايه؟ في العرض، تمام؟ مش شرط كل القطاعات تكون عندي ريكتانجلر سيكشن، تمام؟ لا، انا ساعات بيكون عندي اي سيكشن، تمام؟ فالاي سيكشن ده هتلاقي فيه تغير للبي، تمام، عند سيكشن معين. فباخد سيكشن قبليه اللي هو بالبي الكبيره مثلا، وسيكشن بعديه بالبي الصغيره، تمام، اللي هو بيحصل عندي تغير في الشير ستريس ديستريبيوشن. خلاص، يبقى هحسب فين في الاول وفي الاخر، تمام، اللي هما بيكونوا بزيرو. بعد كده هحسب عند السنترويد او السي جي، بعد كده هحسب قبل وبعد كل تغير. خلاص، حد عنده اي مشكله لحد دلوقتي؟ تمام الدنيا، كله فاهم الحته لحد ما وصلنا هنا؟ تمام تمام ماشي. نحسب بقى ازاي الشير ستريس. بص بقى يا سيدي، الشير ستريس عباره عن ايه؟ هو كيو واي على اي اكس. لو القوه عندي في واي، يبقى الشير ستريس عباره عن ايه؟ كيو واي على اي اس على اي اكس في اس اكس على بي. خلاص كده، الكيو واي والاي اكس دي حاجات ثوابت، تمام، انا بجيبها في اول المساله وتبقى ثابته عندي، تمام. يبقى ايه اللي بيتغير عندي؟ الاس اكس والبي، تمام. طب انا هعمل ايه؟ اول حاجه عند السكشن الاولاني الاريا، يا اما اخد الاريا من فوق يا اما اخدها من تحت. طب لو خدتها من فوق هلاقي مفيش اريا، تمام، يبقى الاريا بزيرو، يبقى الاس اكس بزيرو، يبقى التاو بزيرو، تمام، او الشير ستريس بزيرو، تمام. اجي عند سيكشن 2، ماشي، عايز احسب عند سيكشن 2، ثواني بس كده اشغل بوينتر ولا حاجه، ماشي. هاجي مثلا عند سيكشن 2 اهو، ادي سيكشن 2 اهو، عايز برضو ارسم او اجيب الشير، الشير ستريس. فبقول ايه؟ الاريا اللي فوقيه او الاريا اللي تحتيه اللي هي كل الكلام ده، بس الاسهل ان انا احسب ايه؟ احسب من فوق، تمام. فبقول ايه؟ الاريا اللي فوق اللي هي عباره عن ايه؟ الاريا ديت في البعد بتاع الواي بتاع الشكل ده او الحته اللي انا قطعتها عن السي جي بتاع القطع كله، تمام، اللي هي المسافه دي كده. خلاص، اضربهم في بعض كده جبت الاس اكس، تمام. يبقى الاس اكس عباره عن ايه؟ هي عباره عن اريا اللي انا قطعتها مضروبه في الواي اللي هي بعد السي جي بتاع الشكل اللي قطعته عن السي جي بتاع الشكل كله، تمام، اللي هي من هنا كده لحد هنا. خلاص، تمام. طب اجي احسب عن سيكشن 3، تمام. هو انا مش محتاج احسب عن سيكشن 3 هنا في المساله دي، بس انا بتكلم عموما يعني. اجي احسب عن سيكشن 3 اعمل ايه بقى؟ ممكن اخد القطاع اللي فوق كله، ثانيه بس كده، فيه حد عايز يدخل؟ اروح يا اما احسب القطاع اللي فوق ده كله، تمام، او اكمل. يعني ايه اكمل؟ يعني هاخد اس اكس 2 زائد الحته الزياده،
الحته الزياده دي اللي هو عباره عن ايه، اللي هي الاريا 2 دي تمام مضروبه في الواي اللي هي بعد السي جي بتاع الحته اللي قطعتها الزياده دي عن السي جي بتاع الشكل كله اللي هي اللي انا رسمها اهي. خلاص طب تمام، ممكن احسب بطريقه تانية اللي هي يا اما احسب من فوق يا اما احسب من تحت، بس من تحت مقرفه. ليه؟ لان انا هجيب الاريا بتاع الشكل ده كله تمام واشوف السي جي بتاعه فين تمام واشوف سي جي القطاع تمام، فهيطلع لي واي اللي هي ايه الواي الصغيره دي تمام، الاثنين هيطلعوا نفس الرقم ماشي تمام. وبعد كده هروح حاسب سيكشن 4 اللي هو هنا اللي هو عند السي جي اللي هو عباره عن ايه اس اكس 3 زائد الاريا الجديده اللي هي دي كده مضروبه في الواي بتاعها اللي هي بعد السي جي بتاع الحته الجديده عن السي جي بتاع الشكل كله كده. كله تمام ولا حد مش فاهم؟ حد يوقفني بقى في اي وقت كده. تمام ولا ايه؟ تمام تمام فاهمين يعني ولا ايه؟ هنا خلاص تمام. انا بس ايه براجع بسرعه كده عن السكشن اللي فات يعني عشان اتاكد انتوا فاهمين ماشي. طب دلوقتي لو انا نزلت عن السي جي، يعني انا خدت سيكشن اللي هو في النص ده عند السي جي وبعد كده نزلت عن السي جي، طالما نزلت عن السي جي فانا عندي حاجه من الاثنين، يا اما احسب يعني قطعت اهو ادي الشكل ده كده، يا اما اخد الجزء اللي تحت او اخد الجزء اللي فوق. طب لو خدت الجزء اللي فوق طالما نزلت عن السي جي يبقى انا بعمل ايه، الاس اكس بتقل تمام، يعني انا عندي الماكسيمم اس اكس موجود عند السنترويد، فطالما انا نزلت عن السي جي فعلى طول الاس اكس بتقل تمام. ازاي؟ يعني انا بقول اس اكس 2 اللي هي عند السنترويد ناقص الاريا 2 مضروبه في الواي تمام، او احسب مش شكل تحت كله اللي هو ايه، شايف الاريا دي كده هسميها مثلا اريا 3، الاريا 3 في الواي بوتو تمام، ده او ده تمام. بس انا بس عايز اتاكد عليكم ان انا طالما نزلت عن السنترويد يبقى الاس اكس بيقل، الاس اكس ماكسيمم موجود عند السنترويد، طب نزلت عنده يبقى بيقل، اقل ازاي؟ ماينس الاريا الزياده مضروبه في الواي. خلاص كده كله فاهم الحته دي؟ تمام الحته دي كله تمام؟ ماشي. حد يرد عليا؟ طب يعني انتوا فاهمين الحته دي ولا ايه؟ تمام فاهمين. تمام، نزلت عن السنترويد بقل، خلاص كده؟ ثواني كده عايز برضه ايه اكد عليكم شويه حاجات كده. دلوقتي انا هحسب، انا هقول لكم برضه هنرسم ازاي يعني. دلوقتي انا حسبت الاس اكس او التاو 1 والتاو 2 والتاو 3 والتاو 4 حلو، اوصل ما بينهم ازاي؟ هل اوصل لينير خط ولا اوصل بكيرف او بارابولا لبره او لجوه كده او اوصل ببارابولا لبره؟ بص يا سيدي على حسب تمام. لو انا عندي الاريا بتزيد والواي ثابته تمام، يعني حاجه واحده بس اللي تتغير، ساعتها العلاقه هتكون لينير يعني هوصل بخط مستقيم ماشي. طب لو انا الاريا بتزيد والواي بتزيد، ساعتها هيبقى عندي حاجه اسمها ديكريزنج بارابولا، البارابولا اللي لجوه دي تمام. طب لو انا عندي الاريا بتزيد والواي بتقل، او الاريا بتقل والواي بيزيد، حاجه من الاثنين تمام، اللي هما الاثنين مش زي بعض يعني، ساعتها هيبقى عندي انكريزنج بارابولا اللي هي بارابولا لبره كده. خلاص كله فاهم الحته دي تمام؟ بس حد ايه يقول لي كده عشان تمام ابقى فاهم انتوا فين يعني معايا. تمام ثواني كده. ماشي، انا برضو ايه هتكلم شويه عن مسائل المسامير والقرف دي تمام، عشان انا عارف ان هي عامله مشاكل ماشي. بص يا سيدي مش ايه بقى يعني المسامير او الجلو، او يعني يقول لك عندي صمغ، يقول لك عندي لحام، يقول لك عندي مسامير ماشي. ثواني بس كده ندخل الناس ماشي. هو انا مشكلتي في ايه في المسمار ده؟ ان انا مش عارف احسب القوه اللي عليه تمام. فجي بقى بتوع الاستراكشر يقول لك ايه، عايز تحسب القوه على المسمار ده، شايف المسمار الرأسي ده كده، ده مسمار عايز احسب القوه عليه تمام. فقال لك ايه، قال لك لو انت جبت الشير فلو ده عند المسمار اللي هو قطعت كده افقي عند المسمار تمام، تمام لو انا قطعت افقي عند المسمار او قطعت القطع ده اللي هو مايل كده وخدت الشكل اللي فوق ده كده وحسبت له الاس اكس تمام، وضربت الاس اكس دي في كيو على اي وحسبت حاجه اسمها الشير فلو، الشير فلو ده هو منه يعني هو من الشير فلو ده اقدر ساعتها اجيب القوه تمام. يبقى انا مشكلتي في المسامير دي ايه، ان انا مش عارف اجيب فيها قوه تمام. فجم بقى قالوا لك ايه القوه في المسامير دي،
هي عبارة عن الشير فلو، حاجة اسمها الشير فلو مضروبة في حاجة اسمها الاس، او مسافة اسمها السبيسينج. ماشي، اعيد تاني برضه عشان اكيد انتوا مش فاهمين الكلام ده. دلوقتي انا عندي حاجة اسمها شير فلو. ايه الشير فلو ده؟ انا هعلمكم بيترسم ازاي، بس يعني ايه الشير فلو عموما؟ الاتجاه بتاعه كده، كله عايز يجمع عشان يجي عند السنترويد، لازم الماكسيمم شير فلو موجود عند السنترويد، الماكسيمم شير فلو موجود عند السنترويد، تمام؟ فهيحصل ايه؟ هتلاقي من تحت عايز يطلع عشان يروح عند السنترويد، تمام؟ هتلاقي طلع فوق، بعد كده مشي شمال، والجزء اللي هنا في الناحية دي من تحت طلع فوق، وبعد كده مشي يمين، تمام؟ كلهم اتجمعوا وراحوا نزلوا تحت عشان يجي لي ماكسيمم شير فلو. دايما الماكسيمم شير فلو موجود عند السنترويد. الشير فلو الفرق، الشير فلو هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن شير ستريس مضروب في التي او البي، فانا لغيت البي من عندي، هو عبارة عن كيو في اس على اي، تمام؟ فالاس اس ماكسيمم، الكيو على اي حاجات ثابتة، تمام؟ يبقى الاس اس ماكسيمم موجود عند السنترويد، يبقى كيو ماكسيمم موجود عند السنترويد، تمام؟ يبقى احنا بنرسم او بنحدد اتجاهه ازاي؟ كل الشير فلو عايز يروح عند السنترويد، فتحت فهو الجزء ده كده عايز يطلع، الشير عايز يطلع من تحت لفوق وبعد كده يمشي شمال، واللي هنا يطلع من تحت لفوق بعد كده يمشي يمين، كلهم يجمعوا ويروحوا عند السنترويد، لازم عند السنترويد يبقى ماكسيم، بعد كده يرجع يفرق تاني. خلاص، انا عايز احسب الشير فلو عند المسمار، عشان احسب القوه عند المسمار، تمام؟ وبعد ما احسب القوه على المسمار اجيب البيرنج ستريس. كان في حاجه اسمها بيرنج ستريس، ان المسمار ما يتنيش، وفي حاجه اسمها شير ستريس، ان المسمار ما يتقصش او ما يتكسرش من النص. فمن الفورس دي هاخدها زي ما احنا كنا بنعمل قبل كده، واروح اجيب حاجه اسمها البيرنج ستريس، والفورس دي برضو هاخدها واروح جايب حاجه اسمها الشير ستريس، واقارن ده بالالاوبل بتاعه وده بالالاوبل بتاعه، تمام؟ ماشي، خلاص. يبقى انا اول حاجه هعمل ايه؟ ادي المسامير اهو، هروح اعمل ايه؟ هروح اقطع عندها، تمام؟ القطع عادي خالص، اللي هو اقطع الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت، تمام؟ اقطع كده الجزء ده كده، واروح حاسب له الشير فلو. ماشي، هحسب له الشير فلو ازاي؟ برضو دي مساله معقده، انا برضو هشرح لكم الكلام ده. الشير فلو عباره عن ايه؟ الاريا بتاع الشكل اللي انا قطعته مضروبه في الواي، اللي هي بعد السي جي بتاع الشكل اللي انا قطعته عن السي جي بتاع الشكل كله، اللي هي المسافه دي كده، واضربها في كيو على اي. هو ده ايه؟ الشير فلو، تمام؟ بعد ما جبت القوه، القوه دي يعني عايزه تكسر مسمار، انهي كام مسمار؟ تكسر المسمار ده والمسمار ده. ليه؟ لان الشير فلو ده حاجه برمتر، تمام؟ حاجه طن برمتر، تمام؟ لو انا ضربته في السبيسنج، تمام؟ السبيسنج كل مسمار شايل مسافه شماله وشايل مسافه يمينه، كل مسمار بيشيل مسافه شماله ومسافه يمينه. فاكرين الكاميرا السيمبل؟ تمام، ارجع افكركم تاني، تمام؟ شايفين الكاميرا دي؟ لو انا عايز اجيب الرياكشن بتاع السبورت ده، كنت بقول ايه؟ دبليو في ال على الاثنين، اكن السبورت شايل سنتر المسافه اللي على شماله وسنتر المسافه اللي على يمينه، بس ما فيش مسافه على يمينه، تمام؟ يبقى دبليو ال على الاثنين، اللي هي سنتر تو سنتر، تمام؟ او سنتر تو ايدج، تمام؟ يعني كل سبورت، السبورت ده هو المسمار، المسمار ده شايل ايه؟ شايل مسافه نص اللي على يمين ونص اللي على شماله، بس ما فيش حاجه على شماله، تمام؟ نرجع تاني بقى لايه؟ لموضوع المسمار. المسمار ده شايل شير فلو نص اللي على شماله ونص اللي على يمينه، اللي هي اس على الاثنين شمال واس على الاثنين على اليمين، يبقى شايل مسافه اس. فلو ضربت كيو اللي هي الدبليو في اس كده جبت الفورس، تمام؟ طب الفورس دي على كم مسمار؟ على صف، على ايه؟ على مسمارين، اللي هو الصف ده كده. ماشي، خلاص. يبقى انا عرفت عندي عدد المسامير اللي انا بعوض بيه بقى، في سواء في البيرنج ستريس او في الشير ستريس، اتنين. خلاص، وخلاص مساله عاديه خالص، تمام؟ اللي هو الشير ستريس عباره عن ايه؟ الفورس اللي جاي على الصف بتاع المسامير على ان في ام في الاريا بتاعت المسمار، الان اللي هم مسمارين شايلين القوه دي، يعني القوه دي جايه على كم مسمار؟ جايه على مسمارين بس، تمام؟ يبقى الان اتنين، والام انا بشوف فيه كام سطح فاصل، تمام؟ يعني المسمار ده لما هيتكسر هنا كده، يبقى فيه سطح فاصل واحد بس، يبقى الان الام بكام؟ بواحد، تمام؟ والاريا بتاعت المسمار هقول لكم تيجي تتجاب ازاي، اللي هي باي دي سكوير على 4، تمام؟ طب بالنسبه للبيرنج، البيرنج برضو انا عندي القوه على صف المسامير، انا معايا اللي هي كيو في الاس، هعمل ايه؟ اقسمها على الان،
الان دي اللي ايه اللي هي القوه دي جايه على كم مسمار، مش القوه اللي انا اللي جايه دي على مسمارين، يبقى اقسم على يبقى لان عندي مضروبه في الدي اللي هي قطر المسمار مضروبه في التي مينيمم. ايه التي مينيمم بقى؟ التي مينيمم ده التي الاصغر من حاجتين، الحاجات اللي ماسكه المسمار، المسمار ده ماسك في ايه؟ مش ماسك في الفلانجه ديت وماسك في التشانل. تمام، هدخل بقى الجدول هقول لكم برده هيجاب ازاي، هدخل الجدول بتاع السي تمام واعرف السكنس بتاعها كام، وهدخل الجدول بتاع الاي اعرف السكنس بتاع الفلانج دي اسمها فلانج ودي اسمها ويب، الحاجه الرئيسيه اسمها ويب والحاجه الافقيه اسمها فلانج، فهجيب دي وهجيب دي وهاخد الاصغر ما بينهم. تهتوا مني بقى ولا ايه؟ ايه بقى الحاجات اللي ما فهمتهاش؟ يعني انا اعتقد ده رخم شويه، كل بقى يقول لي الاسئله، اللي مش اللي مش فاهم حاجه في اللي انا قلته ده يقول لي بقى ماشي؟ انا حاسس ان انا مشد بسرعه. حد يرد عليا يا شباب؟ انتوا معايا ولا ايه؟ ايوه ايه، طب ما تردوا، رد يا مازن، انتوا مش سامعين حاجه ولا ايه؟ سامعين ليه بقى؟ شكلكم تهتوا. طب تهتوا من فين بقى؟ انا دخلت متاخر بس. طب قولوا لي بقى، انا عايز اعرف وقعتوا منين؟ او ايه ايه الجزء اللي وقعتوا فيه؟ انا دخلت متاخر برضه. انا شفت تاني بس الفكره اني ما حضرتش السكشن اللي فات بس، فهي دي الفكره. لا ما انا لخصت في الاول. حاضر يا مازن، حاضر لا مش حاضر يا مازن، هعيد لك. لا لا مش عارف. مشاكل ما فيش. لا لا مش هتتقال المره اللي فاتت كله، بس يعني انتوا فاهمين لحد دلوقتي. انا عايز اعرف بس انتوا وقعتوا مني فين، الناس اللي حضرت اللي سمعت من الاول وقعت مني فين؟ محمد اقول بس فاهم، يعني فاهمين كل ده؟ يعني ما شاء الله. طب اكمل. طب انا مش عارف برضو ايه يعني. طب اللي واقف في حاجه، طب تمام سواء جاي متاخر ولا جاي بدري يقول لي واقف فين. طب انا مش حاضر تاني، طب بس ما اضيعش وقت. يلا بس عشان ما نطولش على الناس، عشان الناس ما تسقش. يا مازن يا شباب اللي مش فاهمين قولوا لي بس انتوا مش فاهمين ايه، او ايه الجزء اللي واقع منكم وانا هشرحه لكم. طب ادخل على مسائل طب ولا ايه؟ طب هو ممكن حضرتك تعيد شرح في السريع كده تاني؟ ماشي حاضر. ايه بالظبط يعني؟ قولي بس ايه اللي انا شرحه. انا داخله متاخر فانا ما سمعتش من الاول. ثواني معلش بس ايه، هتاخر خمس دقايق بس الناس كلها ماشي، عشان الناس تبقى متابعه كلها معانا. انا قلت ايه في الاول؟ قلت عندي نوعين من المسائل تمام، يا اما هو بيجي عندك بيجي لك كده ويقول لك ايه، انا عندي سيكشن الشير عليه بحاجه معينه تمام، او يجيب لك كاميرا ودي الحاجه اللي بتحصل في الحقيقه تمام، يقول لك احسب لي الشير ستريس عند السكشن ده تمام. هروح اعمل ايه؟ هروح اول حاجه راسم الشير ستريس ديستريبيوشن، الشير قصدي الشير فورس دايجرام زي بتاع الترم الاول خالص، اللي هو هجيب الرياكشن هنا تمام، هنا في المساله دي ده بيقول لي على الاثنين، وبعد كده اروح حاسب الشير عند السكشن ده اللي هو عباره عن ايه، دبليو ال على الاثنين اللي هو الرياكشن ناقص دبليو في اكس تمام، الرياكشن فوق والدبليو اكس لتحت. خلاص كده جبت ايه؟ جبت الشير عند القطاع ده ماشي. خلاص كده تمام. يبقى انا عندي حاجه من الاثنين، يا اما بيديني الشير جيفن على طول، يا اما الشير ما بيبقاش جيفن بس بيديني كاميرا وبيديني الاحمال عليها، وانا اروح حاسب زي الترم الاول الشير فورس دايجرام. ولو هو بيقول لي مثلا في الاخر كده ايه، يربطي مسالتين ببعض اللي هو هات لي النورمال ستريس ديستريبيوشن، فهضطر اروح اجيب لو انا عندي نورمال فورس اروح راسم النورمال فورس دايجرام واجيب النورمال عند القطاع ده، واجيب البندنج مومنت عند القطاع ده برضه. خلاص ماشي. بعدين بعد ما جبت الشير خلاص، يبقى اروح ارسم بقى الشير ستريس ديستريبيوشن. ارسمه ازاي؟ اول حاجه هحدد الكريتيكال سيكشن عندي او القطاعات او السكاشن اللي بحسب عندها. بحسب فين؟ بحسب في اول القطاع، وبعد كده بحسب في اخر القطاع، وبعد كده بحسب في السي جي او في النص، مش شرط في النص بقى، بحسب عند السي جي بتاع القطاع، وبحسب عند كل التغير اللي هو عند تغير البي قبله وبعده بس كده. وهحسب بقى عنده يعني هحسب عند كل النقط دي هحسب الشير ستريس. طب وبعدين اوصلهم ازاي؟ هوصلهم كده
لو انا عندي الاريا بتزيد والواي ثابته او اي واحد فيهم بيتغير والتاني ثابت يبقى العلاقه لينير، هوصل ما بينهم بخط مستقيم. تمام. طب لو الاريا بتزيد والواي بيزيد يبقى هيبقى عندي حاجه اسمها، او الاريا بتزيد والواي بتقل، اللي هما الاثنين ليهم نفس الترند، ده بيزيد وده بيزيد او ده بيقل وده بيقل. تمام. فساعتها هيكون عندي حاجه اسمها ديكريزنج بارابولا، تمام، اللي هي بارابولا بس لجوه. تمام. طب لو حاجه الثالثه بقى اللي هو ايه، اللي هو الاريا بتزيد والواي بتقل او الاريا بتقل والواي بيزيد، ساعتها هيبقى عندي حاجه اسمها انكريزنج بارابولا اللي هو الشكل ده كده. ده كده ملخص الشير ستريس ديستريبيوشن والرست. خلاص. طب انا كنت قلت برضو هحسب الاس ازاي، قلنا طول ما انا فوق، ثواني كده، طول ما انا فوق السنترويد فانا الاس عندي بتزيد، يعني الاس اكس تساوي الاس اكس اللي قبليها زائد الاريا الزياده في الواي، واول لما انزل عن السنترويد يبقى الاس اكس بتاعتي بتقل. تمام. لان عندي الماس الاس موجود عند السنترويد، فلو انا بحسب عند سيكشن تحت السنترويد، تمام، حاجه من الاثنين، يا اما احسب من كيوميوليتيف، يعني انا واخد الشكل ده كله، انا حسبت عند ايه؟ عند سيكشن 2 اللي هو كان عند السنترويد، بعد كده زاد عندي ايه؟ حته كده زياده، يبقى يا اما اقول الاس 2 ماينس الاريا 2 مضروبه في الواي، او احسب من تحت اللي هي الاريا دي كده مضروبه في الواي بتاعها. خلاص. هو ده كده ملخص اللي احنا قلناه. تمام كده ولا ايه؟ تمام كده يا عم مازن؟ تمام كده لخصنا اللي حصل بقى كله. تمام. تمام. هدخل احل معاكم كام مساله كده عشان ايه، مش عايزين نطول عن ساعه ساعه وربع يعني، عشان ما تملوش مني وتعبوش. تحلوا واخر الاسبوع ان شاء الله، الاسبوع الجاي على اوله نروح متقابلين تاني. خلاص. ماشي. تمام. تمام ماشي. ايش تمام. ماشي. ثواني بس اجيب المسائل. ماشي. ثواني بس اشوف كده ايه حاجه كويسه نحلها. ماشي. انا هحل ثلاث مسائل كده ولا حاجه، همشي معاكم في المسائل كلها بس هحل ثلاث مسائل وان شاء الله تفهموا كله. ماشي. هبدأ بالمسألة دي. انتوا شايفيني كلكم؟ شايفين الشاشة كلكم؟ تمام. أي حد مش عطلان في أي حاجة وقفني على طول. خلاص؟ بص يا سيدي. تمام. بيقول لك احسب لي عند سيكشن 2 وسيكشن 1 ارسم لي الشير ستريس ديستريبيوشن والنورمال ستريس ديستريبيوشن. خلاص؟ طالما قال لي نورمال ستريس وشير ستريس يبقى محتاج احسب الشير ومحتاج احسب وبحتاج احسب النورمال ومحتاج احسب البندنج مومنت. النورمال والبندنج مومنت دول عشان النورمال ستريس ديستريبيوشن اللي هي المعادله ام اكس على اكس في واي بلس ان على اريا. خلاص. وشير ديستريبيوشن انا محتاج ايه؟ محتاج الشير عشان بقول ايه كيو واي على اي اكس في اس اكس على بي. خلاص. طب انا عشان احسب الشير محتاج احسب الرياكشن. تمام. عادي خالص. اول حاجه ده رورال فعنده رياكشن واحد عمودي على اتجاه الحركه، وده انجت سبورت واي. تمام. هحسب عادي خالص. ماشي. سمي اف اكس 0 المعادله بتاعت الترم الاول خالص، سميشن اف اكس تساوي 0 يبقى الاكس بي تساوي 4. خلاص كده. واتجاهها ناحيه الشمال، سميشن اف واي تساوي 0 يبقى الواي اي بلس واي بي تساوي 4 في المسافه دي اللي هي كانت 8 تقريبا زائد 8. خلاص. يبقى المحصله بتاعت القوه دي عباره عن ايه؟ 4. ماشي. 4 في 8 زائد 8 كل القوه الرئيسيه. تمام. بعد كده اخد سميشن المومنت، هاخدها عند النقطه ايه او النقطه بي اي حاجه، وليكن عند النقطه ايه، يبقى انا عندي واي بي اللي هي 4 واي بي اللي انا مش عارفها لسه مضروبه في 8. تمام. زائد انا هفرض اتجاه وهمشي عليه وليكن اللي هي كاونتر كلوك واي او كلوك وايز هو البوزيتيف والكاونتر كلوك وايز هو النيجاتيف. ماشي. يبقى 4 يبقى الواي اي الواي بي مضروبه في 8 زائد 4 مضروبه في 5 ماينس 4 في 8 اللي هي محصلة القوة مضروبة في مسافة 4 ماينس 8 في 1. خلاص كده. ماشي. يبقى أنا كده عندي معادلتين، المعادلتين واحدة الاثنين فانكشن في A و B. تمام. يبقى عندي معادلة YA بلس YB تساوي 40، والمعادلة الثانية اللي هي إيه؟ اللي هي YB تساوي رقم معين. تمام. من المعادلة دي أهي، أشغل لكم بوينتر ولا حاجة. تمام. من المعادلة دي أهي
جبت ان الواي دي تساوي 14 ونص، اخد ال 14 ونص واطلع فوق جبت الواي ايه 25 ونص. خلاص ماشي، انا مش محتاج، ارسم. هو كان هنا طالب البندي مومنت والنورمال والشير، تمام، بس انا على طول مش محتاج، انا محتاج احسب عند السكاشن اللي انا عايزها بس. خلاص تمام، رسمنا النورمال فورس دايجرام عادي. تمام، انا عندي هنا قوه ضغط 14 ونص، يبقى انا عندي ماينس 14 ونص، وهنا ماينس 4، وهنا ماينس 25 ونص ضغط. بعد كده السكشن الكاميرا الافقيه دي عليها زيرو، بعد كده اخد سكشن بعد الكاميرا دي، تمام، هلاقي 25 ونص لفوق ضغط ماينس 8 شد. تمام، يبقى انا عندي ايه النورمال اتغير وبقى 17 ونص. خلاص، من الاخر يعني انا عايز احسب عن سيكشن 2 وسيكشن 1. هو ارسمه بقى النورمال فورس دايجرام، تمام، وارسمه الشير هحسبه ازاي، من الشمال وطالع ده بوزيتيف، من اليمين ونازل بوزيتيف، يعني الاشارات البوزيتيف عندي من الشمال وطالع من اليمين ونازل. خلاص، يبقى انا عندي اهو ادي الكاميرا اهي، من الشمال عندي وطالع اهو 4، يبقى هطلع 4 وهفضل ماشي ثابت. هنا مفيش اي شير، تمام، يبقى الشير هنا بزيرو، تمام، لان مفيش اي قوه تانجنت للسكشن، يبقى هنا كده بزيرو. تمام، تعالى بقى للكاميرا، اطلع عندي القوه الموازيه للسكشن عباره عن ايه 14 ونص، تمام، يبقى هطلع هنا 14 ونص الشمال وطالع. طب من اليمين، عندي قوه لفوق 25 ونص ماينس 8، يبقى من اليمين وطالع 17 ونص، يبقى هنزل، يبقى انا عندي هنا 14 ونص وهنا 17 ونص، راح موصل ما بينهم. يبقى انا كده رسمت الايه الشير فورس دايجرام. نرسم البندنج مومنت. هنا البندنج مومنت لان ما فيش اي قوه افقيه، هنا البندنج مومنت على الكاميرا دي عباره عن ايه 8 في 1، ودي السهم لفوق. خلاص اهو 8 في 1 ودي السهم لفوق. تمام، طب السكشن اللي هنا، تمام، هلاقي 8 في 1 ودي السهم لتحت اهو بيلف كده، يبقى دي السهم لتحت. تمام، يبقى البندنج مومنت لجوه ويفضل 8 كده وثابت. خلاص اهو 8 وثابت. طب على الكاميرا اللي فوق الثمانية دي مش بتلف كده؟ اهي كده، دي للسهم الايه؟ لتحت. تمام، يبقى انا عندي 8 لتحت، وهحسب هنا هلاقي عندي 4 في الارتفاع ده تقريبا 5، يبقى انا عندي 20 اهي بتلف كده، 4 بتلف كده حوالين السكشن ده، 4 في 5، 4 في 5. تمام، يبقى انا عندي هنا 20 وهنا 8، هروح موصل ما بينهم بخط دوتد واجي في النص، هروح نازل دبل سكور على 8. خلاص؟ تمام، يبقى اللي هو الدبل سكور على 8 اللي هي 32. خلاص كده احنا رسمنا النورمال فورس والشير فورس والبند مومنت. خلاص، فيهم اي مشاكل؟ النورمال والشير طب في ما اي حد اي عنده اي مشاكل يا شباب؟ تمام ولا ايه؟ خلاص ماشي، انا جبت واحد، تمام، على سيكشن واحد هتلاقي البندنج مومنت بزيرو. هو بيقول لك ارسم حاجه اسمها الشير ستريس ديستريبيوشن بس، فانا مش محتاج هنا غير ايه غير الشير، هحسبها لكم بس رسمت، يعني جايب لكم المومنت والنورمال، ده حاجه اضافه يعني، بس هو عموما هو طالب هنا ايه؟ طالب هنا الشير فورس دايجرام. خلاص، عند السكشن واحد اهو الشير عندي بكام؟ باربعه. تمام، يبقى الشير عندي باربعه. عند سكشن اثنين اللي هو اهو الشير عندي 25 ونص ناقص 8 اللي هو 17 ونص. تمام، ماشي. طب التو عندي عباره عن ايه؟ كيو على اي في اس اكس على بي. ماشي، تمام، ادي السكشن اهو. هو كان راسم لك كده ايه، راسم لك على جنب، راسم لك اس واحد وراسم لك كده ايه افقي، وهنا اس اتنين راسم لك مستطيل راسي. خلاص، تمام، يبقى انا هحط القوه، ادي المستطيل، هو راسم لي المستطيل، القوه في الاتجاه ده على المستطيل، صح، تمام، القوه افقيه، تمام، وهو راسم لي المستطيل كده افقي، يبقى انا هحط الاتجاه بتاع القوه اهي، هو انا هاخد المستطيل اهو زي ما هو رسمه واحط القوه في الاتجاه اللي انا عارفه. تمام، انا عندي قوه افقيه ولا راسيه؟ افقيه. تمام، يبقى انا عندي كيو اكس على اي في اس واي على بي. خلاص، لو انتوا بتتلخبطوا لفوا المساله،
تمام، اللي هي ايه، انا عندي قوه راسيه وهلف القطاع معايا، تمام، لو انتوا بتتلخبطوا يعني، بدل ما اخد سيكشن افقي هنا هاخد سيكشن راسي. خلاص انا هقول لكم على حاجه، بص كده، لو انتوا بتتلخبطوا خلوا القطاع كده بس القوه عليه هتبقى بالشكل ده كده. ثواني اهي، وادي القوه اهي. خلاص لو بتتلخبطوا يعني ايه من الحاجات الافقيه، ماشي. يبقى انا هجيب ايه، انا جبت الشير تمام اللي هو حسبته من الكاميرا اللي موجوده، تمام ماشي. هو المفروض الشير افقي وادي سيكشن افقي، بس لو بتتلخبطوا اهو انا هقلب السيكشن بالقوه اللي عليه، تمام، ما تقلبش السيكشن وتسيب القوه، لا انا هقلب السيكشن بالقوه اللي عليه، ماشي. يبقى التو عباره عن ايه، كيو على اي في اس واي على بي، تمام. احسب فين؟ المفروض بحسب في الاول واحسب في الاخر واحسب في النص واحسب عند التغير، هنا مفيش تغير في العرض، تمام ماشي. في الاول هاجي بقى في الاول خالص هلاقي ان الاريا بزيرو، تمام، وبالتالي الاس اكس بزيرو، وبالتالي شير ستريس بزيرو. اجي عند سيكشن 2 مش انا قطعت اللي فوق او الجزء اللي تحت، شايفين الجزء اللي فوق اهو، ادي الجزء اللي فوق اهو، تمام، واحسب له الاس اكس. الاس اكس عباره عن ايه، او الاس واي يعني، بس انتوا فاهمين يعني، ماشي. الاس واي عباره عن ايه، الاريا اللي هي ده كده 25 وده 30، يبقى 25 في 30 في المسافه من السي جي بتاع القطاع لحد السي جي بتاع الشكل كله اللي هي 17 ونص، مش سبع، اللي هي معلش 15، يبقى 25 في 30 في 15 اللي هي المسافه ما بين سي جي المستطيل اللي انا قطعه، تمام، والشكل كله. خلاص اهو، او اس 2 عباره عن 25 في 30 في 15، تمام تمام. طب العرض اللي انا قطعت فيه، مش انا قطعت كده افقي اهو، قطعت افقي، قطعت في كام الخط بتاعي، قطع في كام، قطع في 25. خلاص انا عندي 4 تمام اللي هي الكيو اكس على الاي واي. الاي واي عباره عن ايه، الموازي في العمودي تكعيب على ال 12، الموازي، مش القوه دي في اتجاه واي، تمام. يبقى الاي واي عباره عن ايه، قصدي القوه دي في اتجاه واي، يبقى اللي بيقاومها اي اكس، تمام. يبقى الاي اكس عباره عن ايه، الموازي في العمودي تكعيب على ال 12. خلاص ماشي، هيطلع لك الموازي في العمودي تكعيب على 12 اللي هو 4.5 تايم 10 باور 5. خلاص تمام كده، انا رسمت الشير ستريس ديستريبيوشن بس كده. حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله في الحته لحد دلوقتي؟ شباب رد عليا بس، تمام كده؟ تمام، عشان الفيديو هيقفل. تمام بس احنا حسبنا القطاع الاولاني، انا هقفل وهفتح فيديو جديد، خش بسرعه كده ونكمل بقى، خلاص مش هنطول خالص، تمام، انت اخرت نص ساعه وخلاص كده، خلاص.